يوم 6 اكتوبر بيمثلك ايه؟ يوم 6 اكتوبر عيد مصر، وحققت في مصر انتصار كبير جدا. ده يوم يحتفل به جميع المصريين يعني. طبعا احنا في مطروح برضو عندنا هناك بنحتفل باليوم ده وبنقدره، لان ده مصر بقت فيه خدت حقها فيه يعني، ورجعت الحق المنهوب. 6 اكتوبر دي قصة حياة كلنا بنعيشها كل مرة، بنحس بيها بفخر بلدنا قدام العالم كله. ان احنا انتصرنا على اسرائيل واستردنا الارض بتاعتنا، ويعني انتصرنا في الاخر. هو يوم يعني يوم حلو ويوم جميل، اجازة الناس فرحانة بيها، بس احنا يعني هو يوم يعني الواحد عزة وكرامة الواحد كان فرحان بيها، اللي هو عمل حاجة بقى البلد والناس العساكر والجيش عمل حاجة حلوة في اليوم ده وجبنا أرضنا تاني. لو حابة توجهي كلمة للجنود اللي استشهدوا أو اللي لسه عايشين بس اللي شاركوا في الحرب، تقولي لهم إيه؟ ربنا يرحم اللي استشهدوا خلاص يا رب يعني، وربنا مع اللي لسه مكملين ولسه بيضحوا براحهم يعني. كانوا محافظين على مكانهم وعلى أرضهم، وهم وطنيين لأبعد الحدود، وعارفين هو مدى حبهم لمصر، وال 6 اكتوبر ده لازم اكيد طبعا لازم يحتفلوا بيه. انتوا هتفضلوا دايما رافعين بلدكم سواء كنتوا عايشين او ميتين، فانتوا كلكم هتفضلوا فوق ورافعين اسم بلدكم. احب اقدم شكرا انكم شاركتوا يعني في حرب 6 اكتوبر، ويعني ده يعني دي حاجه كويسه جدا ان هم عملوه ده، ويعني احنا بجد يعني هم سببهم انتصرنا يعني، فبشكرهم يعني. والله يرحمهم اكيد، وربنا يصبر اهلهم يعني. الاهل هي الفرق هو اللي بيكون وحش يعني، هم ممكن يكون في الجنه او في مكان حلو الشهاد الواحد بيتمنى اللي هو يستشهد اصلا، بس اهلهم هم بقى اللي بيتعبوا، الفرق وحش يعني. عارف انت اللي هو اهلك انت رايح تأدي خدمه سنه اتنين ما ترجعش، بيكون احساس صعب. والغدر كمان يعني، انت بتموت اصلا وانت مش عارف، انت يعني عارف انت اللي انت قاعد كده بتموت، حاجه وحشه جدا. بس ربنا يصبر عليهم ويرحمهم ويجعلهم شهداء ان شاء الله.